في 65 على حسب ما أظن هزمناهم بهدفين اثنين، جيل آخر يعني جبهة التحرير الوطني. بعدين الجيل تاعنا في 82 في كأس العالم هزمناهم، ولما لا يعني الثالثة. أتمنى أن تكون إن شاء الله. شفنا يعني كيف يعني كان الانهيار الفريق المدافعين الفريق الألمان يعني ضد المهاجمين الجزائريين، وهذه كانت حلم ونحن صغار كنا نريد أن التلفاز يعني العالمي كله والصحافة العالمية تنظر إلينا، والحقنا يعني لشيلي، بدأنا يعني من صفر إلى الأعلى يعني. المهم احنا ان شاء الله نتمنوا الشباب تكون كما قلت سنة للشباب، يعني كل واحد يحب. بالطبع انا اتمنى الفوز، واتمنى الى اسلام ان يسجل هدف او هدفين ان شاء الله لرقم القياسي. قبل ساعات من شدهم الرحالة إلى مدينة بورتو أليغري، خاض لاعبو المنتخب